نايل دراما منوره دايما متالقين. بشكر التلفزيون المصري، بشكر قناه نايل دراما، بشكر الجميله اللي انا بحبها استاذه ايناس عبد الله، بقول لها ميرسي جدا على التكريم. التكريم من التلفزيون المصري ده تكريم ليه قيمه كبيره جدا عند الفنان. مهما بنتكرم في مليون مكان، بس تكريم التلفزيون المصري ليه طابع خاص، ليه احساس خاص. يعني بشكركم جدا. التلفزيون المصري منارة الإعلام في مصر وفي الوطن العربي دايما، وكل الفن والإعلام طلع من خلال التلفزيون المصري. أكتر حاجة عجبتك في الأعمال في 2018؟ مسلسل أمر واقع كان لي معزة خاصة في قلبي ودوري بالذات، جمانة مراد الإعلامية ده برضو لي كان مكان عندي. كل زمايلي اللي اشتغلوا واجتهدوا في رمضان ببارك لهم. الحمد لله كان موسم مليان بالحصاد ومليان بالنجاحات، واكيد في اعمال كتير جدا نجحت. مش هقدر ابدي حاجه عن حاجه عشان كده هبقى بظلمهم، بس كل الناس تعبت. موسم رمضان موسم صعب لكل الفنانين ولكل النجوم ولكل المسلسلات، فكون ان انت تظهري وتنجحي في رمضان فكده انت حققتي المعادله صعبه جدا.